أنا بحب نفسي، بحبها لأنها الوحيدة اللي بتدافع عني لما أنظلم. رابعة الزيات تنهار بعد وفاة والدتها محمد الأحمد وأمل عرفة وزينة مكي يواسونها. توفت والدة الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات إذ نعتها عبر صفحتها الخاصة على إنستغرام، ونشرت رابعة صور إلها مع والدتها الراحلة وأرفقتها بتعليق كتبت فيه: يا عمري راح معك عمري يا ماما. وسارع عدد كبير من النجوم اللبنانيين والعرب على مواساة رابعة بهيدا المصاب الأليم ودعوا بالرحمة للفقيدة، ومنذكر منهم الممثل السوري محمود نصر يلي كتب: الله يرحم روحها. الممثل السوري أمل عرفة كتبت: الله يرحمها وسلامة عمرك يا ربي خليلك عائلتك الحلوة. الممثلة اللبنانية زينة مكي كتبت: حبيبتي رابعة الله يرحمها ويصبركم. الممثل السوري محمد الأحمد كتب: العمر إلك يا رب. والممثلة ساشا دحدوح كتبت: الله يرحمها ويصبركم. أحيانا شكوى لغير الله مذلة، مديرك بالشغل ما ومنذكر كمان الإعلامية اللبنانية يمنى شري يلي كتبت عبر صفحتها الخاصة على تويتر: إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمها ويجعل مسكنها الجنة آمين ويصبركن على فراق. أيام صعبة والرحيل الأخير أصعب، البقاء لله وعظم الله أجوركم. علمني كورونا أنه كل شيء بيسقط قدام سقوط إنسان بتحب. منشير إلى أن والدة الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات كانت دخلت الفترة الماضية للمستشفى نتيجة معاناة من المرض من دون ما تتوضح شو طبيعته. ومن ناحية تانية كان أطل الإعلامي والشاعر اللبناني زاهي وهبي زوج الإعلامية رابعة الزيات مؤخرا عبر برنامج صباح اليوم عبر الجديد لمناسبة عيد الأب، وتحدث لأول مرة بشكل مفصل عن التجربة الصعبة يلي مر فيها بسبب إصابته بفيروس كورونا ونجاته بأعجوبه. من الموت تقريباً. العائد يعني إيه الحياة من الموت بالمعنى المجازي طبعاً. إيه طبعاً. إيه لأنه كان عندي وصلت للحظات حرجة جداً مرق 4 أيام. أنا كان يعني احتمالين واردين، احتمال الشفاء وارد واحتمال عدم الشفاء وارد، وحتى البروتوكول اللي استخدموه بالعلاج يعني في أجسام تتجاوب معه وفي أجسام ما بتتجاوب معه، اضطروا يغيروا يجربوا مرة واثنين وثلاثة، وكانوا عم بيحطونا بالجو. يعني أنا كنت عارف مش بالتفصيل، رابعة أكثر كان عندها يعني التفاصيل قد ايه الوضع حساس، بس أنا كنت شاعر بهالشيء يعني من خلال كلام الأطباء. يعني أولا حاسس يعني عايش حالي صعب جدا، مش قادر اتنفس بدون يعني ثواني، مش قادر شيل جهاز الأكسجين عني. وبنفس الوقت تعرفي يعني لما تسألي الحكيم ويجاوبك أجوبة هيك يعني بده يضيع الموضوع معك، ما انا واضحة تماما، بتحسي بأنه في شيء مش